قلع حجارة سائلة صنعاء وقطع الإنترنت عن الشعب اليمني، تفاصيل عاجلة فلنتابع. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أثار مقترح حوثي يقضي بقلع حجارة سائلة صنعاء وقطع الإنترنت عن الشعب اليمني ردود فعل غاضبة من قبل الأوساط اليمنية على مواقع التواصل الاجتماعي. وزعم عبد العظيم عز الدين منشد يمني بأن سائلة صنعاء مولتها أمريكا من أجل ماء المطر يسير ولا يستفيد منه بشيء، وطالب بإعادة السائلة على ما كانت عليه ترابية من أجل تغذية الآبار والمياه الجوفية والسلام حد زعمه. وفي هذا الصدد شن وزير الثقافة اليمني الأسبق خالد الرويشان هجوما لاذعا على المنشد الحوثي عز الدين ووصفه بالفاشل والتنح أي الغبي.